لو أن شخصا تاجر بمال اليتيم ثم خسر في هذه التجارة. نعم. لو أن شخصا تاجر بمال اليتيم القائم عليه ثم خسرت هذه التجارة، فما حكم ذلك وهل يضمن؟ لا ما يضمن، هذا مأذون له شرعا أن يتاجر به إذا لم يفرط حصل شيء من النقص لا يضمن هذا، لأنه مأذون له شرعا. نعم.